بتقول ان احنا دلوقتي متواجدين في المرحله الاولى صح كده؟ بالظبط. هو المشروع عباره عن كام مرحله؟ هو المشروع بتاعنا هو احنا ان شاء الله هننفذه كامل بطول 4.3 باذن الله عن طريق 3 شركات من كبرى شركات المقاولات في مصر. الحمد لله احنا بدانا التنفيذ. تنفيذ شركات مقاولات مصريه. بايدي مصريه كلها والعماله كلها مصريه طبعا، والمواد والخامات كلها مصريه، وده جاي لنا تكليف بيه ان شاء الله ان اي خامات او اي حاجه تبقى كلها مصريه، مش هنعتمد على الاستيراد يعني ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك زي ما قلت حضرتك كده اللي هم ال 4.3 دوت منفذهم 3 شركات من كبرى شركات المقاولات في مصر. احنا دلوقتي بدانا في القطاع، هم مقسمين القطاع 1 وقطاع 2 وقطاع 3. القطاع الاول هو المرحله الاولى والمرحله الثانيه والثالثه. احنا بنسميهم قطاع يعني. دي كلها مفيش مشكله. مش مشكله. القطاع الاول ده اللي هيربط مع الدائري الجنوبي، والقطاع الثاني اللي هيربط ما بين شارع ترسه وشارع الهرم، والقطاع الثالث اللي هو يبقى من شارع فيصل وما بعد كده لحد ما يربط عند الوراق. بدانا فيها بالفعل. احنا عشان نعمل كوبري او نعمل اي منشاه صناعيه بتقابلنا صعوبات، وهي دي اللي بتبقى يعني اللي بترهق المشروع في الاول، وهي دي المفتاح بتاع المشروع اللي هي المرافق. لازم تقول لنا الصعوبات او المرافق دي بتحتاج ان انت حضرتك تنسقي مع جميع الجهات الموجوده معاك. انا عايزه حضرتك توضح لي ان احنا دايما بنقابل مثلا الصعوبات في المرافق بسبب انها منطقه قديمه او فيها عماير كتير جدا ومكدسه زحمه. تمام. فبنقدر في المرحله دي احنا بنقابل الصعوبات في البنيه التحتيه. اقول لحضرتك حاجه يعني دلوقتي بالظبط يا فندم. دلوقتي منطقه الجيزه فيها زي ما حضرتك فيها مباني عشوائيه او فيها مباني قديمه يعني، فطبعا جميع المرافق اللي فيها ما هوش اقول لحضرتك 100% 70 80% كلها متهالكه وعايزه تتغير. فاحنا بنخش عشان نعمل نحول حاجه بنحتاج اللي احنا عايزين نجددها اساسا او نجدد المرفأ ده. طبعا احنا قابلنا هنا صعوبات كتيره جدا، منها الكهرباء ال 11 وال 66 وال 220 وما ادراك الكهرباء وتحويلاتها يعني. بس بشكر برضو وزاره الكهرباء التعاون معانا، التعاون جامد جدا في كل المشاريع. احنا كمان بنشكرها طبعا. الله يخليك يا فندم. وطبعا احنا عندنا هنا حيين، حي الطلبيه وحي الهرم، متعاونين معانا التعاون كلي وجزئي يعني، وعندنا شركه المياه وشركه الصرف شغالين معانا كويس جدا في التحويلات. هي الموضوع التحويلات ده والغاز طبعا حضرتك والاتصالات واصلاح الاشاره برضو معانا في تحويلات ليها هنا وشغلوها بفضل من ربنا. وطبعا توجهات مع فخامه الرئيس ان دلوقتي خلاص المشاريع دي مشاريع قوميه، فكل الجهات دي كل واحد بيعدل او بيسكن تعديل او تحويل المسار بتاع الخطوط بتاعتهم بتبقى على نفقة كل جهه موجوده. الحمد لله بيتفاعلوا معانا على طول، بنشتغل عليها على طول عشان ننزل العقبات قدام الشركه المنفذه ان هي تبدا تشتغل، اللي هو اول بند الخوازيق. بيسبق البند الخوازيق ده احنا بنعمل حاجه اسمها جسات عميقه، اللي احنا بشوف نوع التربه وشكلها ازاي، اشوف اساسها اسس على ايه، وده اختصاص الاستشاري يعني. بعد كده بنعمل جسات استكشافيه بعرض كل محور عشان خاطر نشوف بنستطلع المرافق الموجوده اللي هي ممكن تبقى معانا، اللي ممكن تحتاج ان نحولها او ممكن نعمقها او نقول ان هي خلاص بعيده عننا ما ندخلش فيها يعني. فده الجزء المرهق في الجزء بتاع بدايه المشروع اللي هو تحويل المرافق او تعديل المساراتها يعني. طب خليني اسال حضرتك، يعني متوقع للمرحله الاولى انها تخلص امتى او تبقى يعني تم جاهزه؟ هو ان شاء الله احنا بنستهدف ان شاء الله في خلال 9 شهور 10 شهور بكثير، او ان شاء الله يعني على اخر السنه او بدايه الربع الاول من السنه الجديده. ان شاء الله بدايه الربع الاول 3 باذن الله هنكون احنا باذن واحد مخلصين المحور والعربات كلها ماشيه عليه، والبلد تستفاد منه والمواطنين كلها تستفاد منه باذن الله. احنا المحور بالكامل يا فندم ولا بالكامل الـ3 مراحل؟ باذن الله باذن الله. هو بس بقول لحضرتك دلوقتي احنا تغلبنا على جزء كبير جدا من المرافق بالتنسيقات طبعا مع الوزير محافظ الجيزه واحياء الطلبيه والهرم، متعاونين معانا جامد جدا طبعا زي ما قلت لحضرتك، وزاره الكهرباء الغاز الصرف والميه كلهم متعاونين معانا الحمد لله. باقي لي جزء صغير جدا موضوع نزع الملكيه، وده اللي يعني بياخد معايا وقت. ده لو خلص نوعدكم ان شاء الله قبل الميعاد باذن الله، وانا فهمت الرئيس ان احنا ممكن نخلص قبل المده ان شاء الله اللي هي في شهر 3، ممكن نخلص في شهر 12 باذن الله يعني. ان شاء الله. واحنا بنتمنى طبعا ندخل السنه الجديده بمشروع جديد يكون تم التنفيذ فيه. انا بشكر حضرتك وهنتابع معاك من وقت للتاني المشروع وكل الاحداث والتفاصيل الجديده اللي بتحصل في المشروع. بشكرك جدا. تشرفونا ان شاء الله، وفي محاور جديده ان شاء الله فهمت الرئيس طالب بيها بندرسها ان شاء الله. نوعدكم بقى برضو المره الجايه ان شاء الله نبقى متواجدين بننقل الحدث مع حضرتك دايما.